إلى ذلك قدمت الرعية للياظج أيقونة للسيدة العذراء، وبدوره قدم الياظج للكنيسة صليبا ومبخرة. ومن منطقة السودة وصل موكب البطريرك الياظجي إلى قرية دوير طه التي تمثل النموذج الواحد للتعايش المسيحي الإسلامي والمعروف عنها بالمحبة والتآلف في الأحزان والأفراح بين مختلف طوائفها، حيث رفعت الصلاة داخل كنيسة البلدة بمشاركة لفيف من المطارنة والأساقفة والكهنة والشمامسة ورجال دين المسلمين وأبناء المنطقة وجميع أبناء رعيتي دوير طه ورويسي الذين قدموا مرحبين بفرح وهاتفين بابتهاج مبارك الآتي باسم الرب. وألقى كاهن الرعية الأب بطرس حبيب كلمة قال فيها إن هذا الشعب المؤمن أتى وقلبه معتمر محبة وكلمة رجاء بقدوم الياظجي، وإن شعار التنصيب بالنعمة ننمو وبالخدمة نسمو وبالمحبة يتناسق البنيان يكون لنا حافزا في خدمتنا نسترشد ونعمل لتحقيقه كي نرفع شأن كنيستنا الانطاقية لتكون عروسة بهية جميلة لربها. وبمقابل ذلك أثنى الياظجي على مزايا أبناء قرية دوير طه واصفا إياهم بالشعب الطيب والمؤمن، مؤكدا على أننا جميعا كلنا أخوة وعائلة واحدة وكتلة واحدة، وهذه هي صورة سوريا النموذجية كانت وستبقى. وبدوره قدم الياظجي للكنيسة هدية رمزية عبارة عن صليبا مقدسا. وبعد ذلك أولم كهنة القرى المجاورة ومجالس رعاياها على شرف الياظجي والوفد المرافق في قاعة كنيسة دوير طه. وألقى الأب الياس فارس كاهن رعية برج بلمانة والبيضة كلمة أكد فيها على أن الياظجي قد انتخب من قبل المجمع الانطاقي المقدس لهذه الظروف الصعبة، وهو من الرجال العظماء بمحبته وعلمه وفكره اللاهوتي والروحاني. وبدوره رد الياظجي شاكرا مقلدا الأب سليمان خوري صليبا مقدسا، هذا الأب المشهود له بتاريخه وأيديه البيضاء، فكان التأثر سيد الموقف. كما قدم الأب فارس هدية رمزية للبطريرك الياظجي عبارة عن حجر من اللباس الكهنوتي. وفي ختام هذه المحطة أقام أهالي منطقة الرويسي استقبالا شعبيا عفويا للبطريرك الياظجي، فمنحهم بركته طالبا منهم الصلوات الدائمة.